عارف الواد خالد العبيط ده يعني دونا عن حريم الدنيا والاخره كلهم والانس والجن راح يختار اختك دعال دي ويقوم لابسها. ازاي خالد ده مش خايف يتجوز واحده ملبوسه؟ عندك حق. ايه ده؟ ايه هيخاف من ايه؟ خايف يتجوز واحده ملبوسه يعني لو قاعد معاها بالليل مثلا ممكن يطلع له حاجه تتحول عليه تاكله. تاكله ازاي يا بابا؟ ده هو اللي لابسها يعني هو اللي جواها. ركز يا سيد لو سمحت لم الدنيا معايا كده وطلع الكتاب وشوف لنا مكتوب فيه ايه. اقعد قطم فيا انت كده يا فخر. معلش عشان انا باخد ودي معاك في الكلام وانت بتقطم فيا يا فخر. معلش انا هطلع الكتاب فعلا عشان اقرا فيه واشوف حل يرجعنا من هنا واخلص منك خالص بقى يا فخر. ايوه صح برافو عليك تخلص مني وترجع للعالم بتاعك الجميل اللي انت فيه مندوب مبيعات ناجح. صح برافو عليك. ايه ده بص ايه البند ده حلو جدا. طب ما تقراه يا ابني. كيف تختفي في عالم الجن عن طريق الحزق؟ تعرف تحزق فخر؟ دي مفارقه؟ لا والله مش مفارقه ولا حاجه هو مكتوب هنا اهو. اذا حزقت بضمير ففي خلال ثواني تكون قد اختفيت. تعرف تحزق؟ يا عم بعرف احزق بس انا ما عنديش امساك. مش الحزق بتاع الامساك الحزق اللي هو كده ده حلو ما دام انت عارفه يبقى عاملها يلا. طب ما تجرب انت يا فخر. يا ابني انت اللي اكتشفت الموضوع يعني انت المكتشف يلا جربها. مش خطر يا فخر؟ لا مش خطر خالص وحتى بالخطر محدش مات وهو بيحزق يا بابا. يلا طيب ماشي بس انا بقى نجرب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا عندي افتاء بس فده يلا يلا يلا. ايوه يلا كمل يلا صح انجز. ايه ده يلا يخرب بيتك انت عارف ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انت قعدت تظهر وتختفي كده تظهر وتختفي احزق حزقها حلوه بقى يمكن تختفي.